أدبٌ فيها احترام، خلقٌ فيها والتزام، ذكرياتي فيها ألوان. ورجعنا يا مدرسة، ورجعنا يا مدرسة، ورجعنا يا مدرسة، جينا بهم التربوي في إنجاح هذا الدخول، كان يعني دخول موفق. أولياء أبنائهم كان اسمه عجبهم الحال مليح، ونتمنى للأطفال إن شاء الله دخول مدرسة موفق وسنة مليئة بالنجاح. يا أطفال بالتوفيق، شكرا لك، بارك الله فيك. أدبٌ فيها احترام، خلقٌ